عليكم اخواني واخواتي، مساء الخير عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير اخواني واخواتي. ليله قدر مباركه سعيده عليكم وعلى الاهالي ديالكم، باش ما تمنيتو ان شاء الله. خوتي خواتاتي، اليوم اخترت باش نهضر لكم على الخائن الكبير محمد راضي الليلي. محمد راضي الليلي الصحافي الصعلوك اللي كان كيعمل بالتلفازة المغربية، واللي جراو عليه بعد ما شمشمو عليه انه خائن، وكان كيبيع بلادنا للانفصاليين بوليزاريو وللمخابرات الجزائرية. هذا الشخص هذا من بعد ما حصلوه جراو عليه، مشى بدا كيدير فيديوهات وكيهرب القضية ديالو، قضية الشخص فرد بغا يردها هو قضية وطنية أو لا عالمية أو لا ما نعرفش كيحلم، على حسب داك العقل ديالو المفلس الخامل. خوتي، هاد الصحفي الصعلوك بحال اللي قلت لكم بدا كيصعد من الوتيرة العدوانية ديال العدوان ديالو على المغرب. وقبل ما نبدا بغيت نتوجه بهاد الكلمات للناس اللي كيتصنتوا ليه، الناس اللي كيتابوناو عنده في لاشين، الناس اللي كيتعاطفوا معاه. دوك الناس كنبغي نقول لهم بان انا كنحترم رايهم، ولكن كيفاش كيتقبلوا يتماشاو مع واحد كيسب بلادهم وكيسب خوتهم المواطنين وخواتاتهم وكيسبنا مالكنا، كيسبنا كشعب كامل وكيطيح بينا وكيطيح بالأجهزة والمؤسسات ديال الدولة ديالنا وكيقصف كل شيء. هاد الشخص هذا لمجرد أنه خرج من الخدمة، وإلا جاء أي واحد يخرج من العمل يدير بحال يدار هو، راه الوطن يبقى فيه حتى واحد. هاد الخائن هاد الكلب هذا، قلت لكم اخوتي نتوما اللي كتعاطفوا معاه وكتابوناو معاه، حشوم عليكم، كون فيكم شويه ديال النفس، كونوا مغاربه احرار بحال اللي كنعرفوا المغاربه. واش دوخكم؟ باش دوخكم؟ باش الا كنتو كتعاطفوا معاه على القضيه ديالو الشخصيه ديال العمل وداكشي، نقولوا واخا، ولكن هو خرج من داك المستوى، بدا كيعاير لينا بلادنا مالكنا، كيطيح بينا، كيقصف كل شيء، كيعاير كيسب ما كيخلي ما يدير. وانا كنعرف المغاربه اخوتي كتجيهم النفس على بلادهم ولا؟ اذا كيفاش اخوتي واخواتاتي اللي كيتبعوا هذا الخائن هذا؟ وكنستسمحكم وشكرا، وكنطلب منكم باش تعاودوا الرأي، تتفكروا مزيان. قلت لكم إخواني وأخواتي، هاد الشخص هاد الخائن هاد الكلب، لأن أنا كتعرفوني ما عندي معاه غير الشح، نعيطو الكلب خائن، رغم أن الكلب مسكين ما كيخوش. هاد الصحفي الصعلوك، وهو صحفي غير مؤهل، لأنه كان مذيع صافي، تعطى له أوراق فيقوم بقراءتها وفينار، وكيسمي راسو صحفي، وهو صحفي صعلوك. قلنا خوتي هذا كيقصف بلادنا، بدا كيجتهد في هاد الأواخر، ما خلى ما دار، كيدير فيديوهات، وأنا غادي نوريكم من أواخر فيديوهات اللي دار هادي جوج سيمانات. قلتكم إخواني وأخواتي، هاد الخائن هاد الكلب اللي كيقصف بلادنا واللي كيطيح بينا وبالمواطنين كاملين وبالدولة ديالنا، وكيقول الصحراء ماشي مغربية، ضد الدار فينا حنا كمواطنين. إلا كان كيراعي لينا شوية كان يقول مع نفسه، يقول علاش أنا المغاربة ما غادي يبغيوش إذا قلت لهم هكا، إذا علاش أنا كنقول لهم هكا؟ هو بالعاني كيقول لنا هكا، كيف قصنا، كيف قص 40 مليون ديال المغاربة، وكاينين السمايت بحال اللي قلت لكم كيمشيو كيتبعوه وكيأيدوه. إخواني وأخواتي، هاد الخائن هذا بدا كيصعد من الوتيرة ديالو بحال اللي قلت لكم، دابا نقز فاطمة البارودي
وفيصل العريسي اللي كانوا واقفين ليه هنا هما سبابه فاش خرجوا فخرجوه من الخدمه لانه مصالح، وبحال اللي قلت لكم جبروه خائن وكيبيع اخبار الدوله المغربيه للمخابرات الجزائريه والانفصاليين بوليزاريو اللي صبح اليوم كيتعامل معاهم ونطف ليهم، وراه هو معاهم في باريس وكيدير معاهم جلسات مع البوليزاريو وكيزودهم باللي كيقول ليه عند راسو راه اخبار وراه ما كاين والو. نسى بانه داك السنين اللي دوز في المغرب وفي الاخبار راه كيقول لي راسو عرف شي حاجه، راه ما عرف والو، راه كان كونترولي، كانوا الناس تما رادين ليك البال. يا خائن، قلت لكم اخواني واخواتي، هاد الشخص هذا في الايامات الاخيره مجبر ما يعمل، مشى بغى يهضرنا على الملك ديالنا وعلاش على المساعدات اللي كيعطيو في شهر بمناسبه شهر رمضان المبارك، المساعدات اللي كيعطيو للفقراء، قفه رمضان اللي هي تحت الرعايه ديال سيدنا نصره الله. هاد الشخص هذا مشى كيعيب حتى على هاد القضيه هادي وكيعترف بفمه كيقول بانهم 2008 كان كيعطي بالخبار بهاد المساعدات. هذا دليل على ان المغرب سنين وسنين والملك ديالنا كيقوم بمساعده الشعب، واحد الفئه من الشعب ديالو، فئه معوزه، فئه اللي في حاجه لذاك القفه الرمضانيه اللي هي بالنسبه للانسان اللي فقير شي حاجه كبيره. راهو ما حنا مغاربه وكنعرفوا بعضياتنا وكنحسوا ببعضياتنا. هاد الشخص بغى يعيب على هاد القضيه ديال المساعده ومشى كيهضر على الملك وكيقول له كتهين الشعب، كتهين ولاد الشعب حيت كتعطيهم القفه ديال، شوفوا على افكار وفين بغيتي تعطيهم يا شرير يا خسيس يا دنيء يا خائن، فين بغيتي تحت الارض بغيتي تعطيهم مساعده تحت الارض باش ما تشوفهمش انت يا كلب، مزيان شوفوهم باش تفقص انت مكرهت انت ولادك اللي سمحتي فيهم والزوجه ديالك اللي خليتيهم في سلاك يموتوا دابا بالجوع، حتى هما دايزه فيهم داك القفه ديال رمضان. يا خائن يا كلب، والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم الى دايزه فيهم القفه ديال رمضان، ولادك اللي خليتيهم في سلاك وهربتي عليهم وعايش زفري دابا، فينا هي ديك العاطفه؟ فينا هي الابوه؟ فينا هو الحب؟ فينا هو الوفاء؟ فينا هو العهد؟ فينا هي حياتك كانسان؟ فينا هي؟ وليتي عايش ككلب مطرود، كلب ملعون عليه، كلب عايش في بلدان الناس. كيقول المثل المغربي قطران بلادي والعسل البلدان. يا خائن، ودابا ما لقيتي فشل، بقيتي كتعيب، مشيتي تعيب على المساعدات اللي كيتعطاو لواحد الفئه من الشعب ديالنا الحبيب اللي هو في امس الحاجه ليها. ايه، وفين بغيتي يمشي يعطيو داك الشيء؟ تحت الارض. انت اللي كتقول الكاميرات وما نعرف شنو، ايه لان كاينين صحافه اللي شي وحدين استسمح، كاينين شي وحدين اللي بحالك دنيئين موجودين، وكاينين صحافه اللي هما اكفاء ومؤهلون وقادرين اللي هما كيصوروا داك الشيء باش كيوثقوه وباش كنشوفوه حنا كمواطنون اخرون، وكنفرحوا وكنصفقوا لداك الشيء وكنحييو الملك ديالنا اللي كيقوم بهذوك الاعمال لصالح ديك الفئه من الشعب المغربي. يا خائن اللي ما جبرتي في السد، بقيتي كتهضر وصافي. اخواني واخواتي، غنسمعكم واحد الطرف ديال هاد الخائن ديال هاد الكلب، وسمعوه شنو كيقول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعيد هذا المشهد في كل رمضان اهانه للناس، اهانه للفقراء، اهانه للنفس البشريه في هذا الشهر الرحيم. سيرت العيب يا كلب، وشهر رمضان لذلك سيفعل ذلك الافعال الاجتماعيه لأنه رمضان. يا كلب يا خائن، شي مسؤول ولا مسؤولين يهينوا هذو الناس بهذه الطريقة؟ هذا عيب وعار، هذا عيب وعار على نظام ما زال. لا يا سيدي، ليس بعيب، بل هذاك عمل خيري يا حمار يا خائن.
هذاك عمل خيري. وأنا قدم نشرات إخبارية في 2008 سمعوا 2018 2008 هذا المشهد يعني نشرات رئيسية. نعم مازال الخير، نعم مازال الأعمال الخيرية كاينة يا خائن. يا خائن، واحد الانسان بعد يسب في رمضان اسم الصيام عندك يسبك لانه مواطن غيور على بلادو كيسمعك اش كتقول يا خائن يا كلب. اللي فصلها له المحكمه تفول عليك بشكل وطني واللي بشكل عام لهي طبعا يرفض انه يشكل دراسه بكل ادب واحترام واقفين، وحينما يطلب منهم انهم يضخوا اموال في مؤسسه محمد الخامس للتضامن فانهم لا يترددون لانهم عارفين بانه اذا قام النظام ووضعهم في 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 عينيه وجعلهم هدف من لا هذوك محسنين كيعاونوا داك الشيء من عندهم خيرا منهم. يا خائن كتقلب الملك نصره الله الملك شوكة في عنقك يا حمار بزاف عليك يا كلب. هذوك الشعب هذوك رعايا وبالتالي يفعلون ما يشاءون في الشعب حينما يعني يقبضوا المظله مظله الملك ومظله القصر فانهم يفعلون ما يشاءون في الشعب المغربي. اذا سمعتوا اخواني واخواتي هذا الخائن الكبير شنو كيقول ومشى كيعيب انتم سمعتوه كيقول بان ولا كيقول بان الملك كيهين الشعب ديالو ملي كيعاونو. واش هادي الفكره؟ واش هادي؟ واش هادي ماشي تاع حمارس بعينيها يا خائن يا كلب يا خسيس يا دنيء؟ هادي ماشي تاع حمارس. وفين بغيتي تمشي تيهم مساعده تحت الارض الا ما كانش كيعاون؟ كنتي غتقول ما كيعاونش الشعب ما كيديهاش فيه. الا عاون مشي تعلق الا اذا شنو غيسير يا الخرا؟ وانت يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت فاش كيهمك المغرب ما بقيتيش مغربي. موت خائن موت كلب بعيد الى مزبله التاريخ يا دني يا خسيس. وكتهضر وكتقول علاش المغرب كيصيفط علاش المغرب صيفط مساعدات القطر؟ ايه يصيفط مساعدات القطر علاش لا؟ المغرب حيت كاينين تما علاقات دوليه يا الكلب، حيت ما كتعرف والو في السياسه ما كاين والو لانك صحفي صعلوك صحفي غير مؤهل. قلت لي كاين تما اتفاقيات وكاين تما يعني علاقات دوليه علاقات حميميه بين الدول العربيه وهذا يعاون هذا. واحد النهار الى لا قدر الله يوقع لنا شي حاجه داك قطر تقدر تساعد المغرب ودول اخرى. اسكت يا دنيء اسكت يا خائن يا كلب. قلت لكم اخواني واخواتي ورجع نهضر مع هادوك سمعتوه يا هادوك اللي كتابوناو عنده يا هادوك اللي كتسندوه كتسندوه خائن سمعتوه. وكنطلب منكم الا كنتم عربة احرار يعني هكا احرار وحرائر ديال بصح اقحاح هي حيدوا الاشتراك ديالكم بالقناة ديال هاد الخائن هذا اللي كيقصف بلادنا باي طريقة. اللي انا كنقول له من هاد المنبر يا كلب يا خائن اي حاجة الا بغيتي جبت فيها العين راه تبقى تهضر هذا الشيء هذا. إلا بغيت نجبد لك فيه العيب نبقى نهضر نقول لك هذا راه إلا كنا صايبوه شكون الدولة ما عرفتش دارت الشركة فلانية كون ما نعرفش شنو كل الإضراب هذا الضرائب ما نعرفش شنو نخرج لك عيب في هذا. أنت يا كلب هادشي اللي كدير دابا كتشد كل مرة كتشد جهازة ولا تشد شي حاجة ولا تشد هادي وتبقى تقصد فيها وتبقى تعيب عليها وتردها عيبة واخا هي ماشي عيبة. وكنقول لك من هاد المنبر المغاربة راهما واعيين واعيين عليك واعرين عليك وقاريين عليك وفاهمين عليك وسياسيين عليك وراهما عايقين بيك وعرفوك خائن ودابا عاقوا بيك وما بقيتش يديوها فيك يا كلب يا خائن. إلا
لنا زبالات التاريخ وتفو عليك. سمحوا لي إخواني وأخواتي راني الفاعل. السلام عليكم ورحمة الله.